إذا متابعي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مباشرة من عاصمة البغاس في هذه الأثناء حادثة سير خطيرة لا حول ولا قوة إلا بالله بمدخل نفق مركز الحليب. هذه الحادثة وقعت في لحظات قبل أذان الفجر. كنشوفوا في هذه الأثناء السيارة كانت مقلوبة على الظهر ديالها. نشوف في الأثناء وصول الديباناج لحملها إلى مركز الإصلاح. نتمنوا الله عز وجل السلامة والعافية. الحادثة هذه وقعت قبل قليل الحمد لله. حسب المصادر ما كاينش وفيات ولكن كاين إصابات، أيضا كاين خسائر مادية كبيرة على مستوى السيارة. نسأل الله السلامة والعافية، الله يحفظ الجميع. ايضا الامن حاضر طبعا من اجل تامين الطريق وايضا من اجل اغلاق بدايه النفق او مدخل النفق عفوا، وايضا من اجل فتح تحقيق للحادث. نتمنى من الله عز وجل السلامه والعافية. كما كنشوف هذه الأثناء حمل السيارة فوق الديباناج كما قلت من أجل أخذها إلى ورشة الإصلاح. طبعا متابعينا الأوفياء هذه رسالة للسائقين، أي سائق كيفما كان ومهما كان، أنه رد البال ديالو أثناء السياقة، لأنه فعلا السياقة هو الشيء اللي هو خطير جدا جدا. خص الإنسان دائما يكون رد البال ديالو في السراء في الضراء في الذهاب في الإياب، يرد البال في الطريق وخا يكون هو بعقله. كاين الناس يعتبرهم أنهم حمق، أنه أيضا يحاول أنه يرد البال مع المحرك ديال السيارة ديالو، يحاول أنه دائما يكون عنده عناية بالسيارة ديالو لأنه ما يعرفش شنو يوقع وكيفاش غيوقع. فبعض الأحيان كتوقف السيارة بدون سابق إنذار، كيوقف المحرك لا قدر الله، فالإنسان دائما يحاول يرد البال. إذا متابعينا الأوفياء على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر، أستودعكم الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.